السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا مع حمزة و عبدو. حمزة دعا حمزة هذا ود تونس وتحيبني خلدون، مرحبا بك ومرحبا ب مرحبا بك أنا في الجزائر. واليوم راك في راس الواد، اليوم راك في راس الواد، وإن شاء الله نعطيوك أسئلة صغار وتجاوبنا عليهم. وعبدو راك مولف جيت تاكل عندنا هنا، أو جيت مولف تاكل عندها مع أم آلة، هذا الحانوت هذا يقولوا له أم آلة. روحوا لتونس قبل نضيفوا البرانية، قبل ما نضيفوا تقول الدار اللي خايب ليك والله. حمزة أنت وقيلا على حسب ما قلت لي كنا نتناقشوا برا ونهضروا وهذاك هنا، قلت لي كليت عند أم آلة. أي أهضر من عمري 19 سنة قبل ما نعمل الشيء هذا. إيه أنا كليت الشباتي غادي في تونس، أنا الحق هناك في راس البلاد. وعند من؟ عند أم آلة. من أنا طفل صغير كبرتني شفاتي باش كبرت من أنا صغير نمشي ناخذ معها شفاتي. واليوم جيت تعمل شفاتي؟ إيه كل البارح اليوم، كل البارح اليوم ما تغيرش شيء. تسمى ما حبيتش تاكل ماكلات جزائرية ولا ما حبيتش تاكل ماكلات جزائرية، عاود كملت بالماكلة تاع تونس. أنا كليت ماكلات جزائرية لكن ماكلة تونس عندها ما مش نقولش عندها نكهة خاصة ولا حاجة، ما نجمش نبدلها. ماهيش غالي، اما الشفاطي نتاعو حاجه ممتازه برشا. الحق نتاع ربي الحق. ودوك نقعدوا معاك، نقعدوا معانا، رانا دوك ندوروها لا عبدو. وي يا اخي عبدو هكذا. انا مي. عبدو جيت واش تاكل اليوم؟ انت ماكش تونسي. شفاطي. شفاطي. عند من؟ ام الاء. ام الاء. اه اي والله. ديما. واش تقول في الشفاطي هذه؟ فور، الشفاطي والملاوي. اه اي والله. فور. يعطيك الصحة. سيرتو بالفرماج. سيرتو بالفرماج يا اخي. فرماج كاري ولا فرماج. اوكي اوكي. خويا ربي يبارك لها على بالها هاتي. ربي يبارك لها كي رزقها ويعطيها صحة كمانها. وحتى في الكريمة كريمة. فما ناس كي تبدا تبيع الماكلة تبيع لك عبارة بالميزان تحط. مرة كريمة ما تحسبش شنو يتحط في الصندوق. هذاك علاش الحق حاجة ممتازة برشا. كيما راكم تشوفوا راه عبدو راه قبل عبدو لحقته راك تضحك لحقته با 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 الوقت الله حمزه وقيله تاكل واش اللي لوج عليه اه واش كتلوج هذا لوج عليه هذا خويا شدني الهانيه يا خويا اي والله بسم الله اي بسم الله يعطيك الصحه خويا بصحتك صحه هاي هذا الشيء اللي لوجوا عليه نحن